يذكرني بنكبات هالايام. وجهك يذكرني دقيقة وجهك يذكرني بنكبات هالايام. ادخل على الله لا تشوفك عيون. كنا كانها جماهير الهلال. وش دخل؟ شو دخل ذي؟ اوف ما دام يشبه دقيقة تدري احترمك عشان ايش؟ دقيقة دقيقة ما دام يشبه جماهير الهلال بشنب هذا مطيري فانهم كفو عشان بيض الله وجهك بس كمل جمهور الهلال. ايوه طولك يذكرني الوجه بطول الهبال. لا 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 هذه لا الطول عج والقصر والقصر لا 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 للعمالقة والقصر دخل القصر للعمالقة. لا 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 سلطان 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 انت سلطان يا ولد على ابو حسن. لا ابو حسن ابو حسن جاء ما اجوز والله انش اليوم ناويه بشر مسريه ما اجوز ابو حسن تلهف الشعر ابو حسن سنه اخطبوط الله المصارع. لا مو مصارع لا كل حروفها ركز وش مكتوب على تدري ليش محترمك ترى ما اعرف تدري ليش محترمك عشان كابك مسك عشان القبول مسك مايكك مسك مايكك كل عمده تكفى اقول لك وخرناك قال ايش قال وخرناك وخر والله ان العمده تزهاك خلاص طلاب خلاص لبست ركال ركال انا طالع خلاص معاونين وينهم الحين مو بعمده معاونين وينهم الحين هذا مو بعمده يا شباب شيل الفرشات شيل الفرشات معاونين وينهم خلاص في انقلاب الحين عمر لبيه 300 يا رجال اسحب المعاون منه اصرف لي 300 اسحب المعاون منه اسحب الجاكيت يا فهد عطى فيصل كيف تاخذ العماده وين معاونينك فيصل عم معاونينك خلاص انقلاب انقلاب عطى بسرعه سلم نفسك فهد جاي يا ركان هذا معاون شوف شوف ابو ملهي معاون كان ما له دخل اسحبها من اسحبها فهد عطها عمر بسرعه تعال اسمع 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 لو سمحت فهد العمادة راحت مني بيش بما اني معاون بطيب ما هو بغصب لا ما هي بطيب الا بطيب عنده اسمعني عنده ركان اعطني العصا عنده ركان انت دقيقه انا بعلمك اخذ العصا منه معلم معلم اخذ العصا منه اخذ العصا منه اعطيتك كم ابشر بسعدك راحت العمادة لا تجعني ابشر بسعدك اسمعني فهد هذا والله العمدة اسمع انا اسمع والله العمدة ولد ضحكتوا علي ضحكتوا علي بطيب كلامكم فهذا ايش؟ من طيب قلبك يا هو من طيب قلبي لكن ايش لا تستهين ب خلق الله فهد فهد يا بيصدر امر ما هو قوانين لو اني ردت عليك العيال يا فيصل فيصل تعال هنا لا دقيقه خلنا نبدا حبس العمده السابق عطى الامر الامر اول امر دقيقه فهد سلطان العمده يا العمده العمده حالته والله ما تروحون تعالوا اقعدوا الحين انا نكبت العلم وش اقعد نكبت لو ما نكبت اقعد اقعد ليش قال نكبت اوه انطق 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 مهند وين بما اني معاون العمده يا رجل سد سد كيف الهواء يلعب راس الهواء ايه بما اني معاون العمده يا فهد قاعدين نناقش حبس الدرجه حبس سيمان تعال شحن في جميع النقاط منكم السلطه دقيقه واحده انا شكلك طلعت 24 ساعه تعلم الذبات وتجي عندنا تعال يا فهد فهد انا عندي عندي شغله والله عندي شغله بس الحين بضبطها شوي والله عندي شغله بس دقيقه دقيقه هي دقيقه خاصه خلاص اعطيتك الضوء اخ خلاص رح رح صحيه ولا قلطه بالحين كلها قلطه مموال ليش طلعني كذا لو سمحت اسمع يا ركان اسمع اسمعني انا يوم اللي طلعت على الطاوله تقول لي ايه؟ تكفى ابيها لو دقيقه انت ابشر بعزك خذها تبي العمده دقيقه واحده بتردها لي لكن ايش تم دقيقه واحده بس انا خذيت العماده ليه خذيت العماده ليه لان فهد فهد من فلت اعصابه وقال انا نظامي ضرب الحين فقلت له فهد عطني العماده الدقيقه دي بس اي بكفيك فيها الحين في محاورة بين عمر وابو حسن محمد الزعيزعي ووليد ما له دخل بخيت ونايف الاكلبي انا ما ابغى ادي الناس دخل اسمي ليش؟ ها؟ دخل اسمي ليش؟ فهد دخل اسمي ليش؟ مسوي محفل انا خلصت دام فيها عصبية دقيقة علي فهد دام فيها عصبية يا فهد تكفى يا ابو عوف دام فيها عصبية تستاهل صراحة وليد تسمح لي معاون معك فهد بس معاون ركان الملهي اسلمك هذه ولك الشرف اني انا البس فيها لك الشرف اني البس فيها التوفيق والسداد عاد الله يعينك على العيون اللي تجيك واذا استلمت العماده انا ابى ادق خشم كيف؟ لا امزح انا ولدك يا ابوي اعطونا اللحن شوفوا يلا يلا ما ادري والله احنا مش لبسك طواقي
اللي هي حمر حقي من وليد لو سمحت. وليد انا بك تاخذ حقي من وليد. تمام بعطيك اسمها حلوه. خلنا عقب المحاورة. عقب المحاورة انت ناشد فيها. انا ما طالبكم طلبه مره. لا ما نحب خشم. خشم احمر. شو خشم كحلي والله. اشهد علي. يلا يلا ليش 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 تجين على الوتر حساس؟ لكن ايش المشكله؟ ايش المشكله؟ لك ما انت مستوي. ايش قصدك؟ ما انت في مستوي. مستوي يعني اشوفك من من بعيد من فوق. شلون شلون؟ اشوفك من فوق من فوق كذا. يا وليد الموضوع اختصره كذا بس. ايه قفله. لا الله يطول عليك وليد. افتح لا تضغط الله يرحم والدينك يا وليد. يلا يلا صفوف. يلا شخبوط شخبوط.